أسألك عن مساحة الحرية والمضمون والمحتوى في البودكاست، كيف تراه؟ وهل تتوقع يعني مستقبل شبيه بالمنصات المرئية أو المحتوى المرئي الذي حقق نجاحا كبيرا عبر السنوات الماضية؟ مساء الخير لك زميلتنا ولكل مستمعينك الكرام. أعتقد أنه مساحة البودكاست والحرية فيها ممكن أن تكون أشمل وأوسع من مساحة الباقي التقنيات الحديثة التي فرضتها الثورة الرقمية أو مكنتنا منها الثورة الرقمية من خلال التواصل الجيد ما بين مختلف الأطراف، لأنها لا تحتاج إلى تقنيات عالية، لا تحتاج إلى استوديوهات، ولا تحتاج إلى تجهيزات خاصة قد تحيل دون تواصل الناس مع بعضها. أعتقد أنه المجال موجود، البودكاست ممكن أن يضيف حالة من الحريات وسقف من الحريات يربط العالم أجمع من خلال حلقات ممكن تسجيلها أو ممكن بثها بشكل مباشر أو حتى إعادة بثها، لأنه يحتوي على قدرة عالية من الأريحية للضيوف في الكلام، لأنه هي حلقات ممكن تكون مسجلة عبر الهاتف أو عبر التقنيات الموجودة. كذلك يمكن أن يربط مجموعة من الناس مهما اختلفت ثقافاتهم، مهما اختلفت أماكن إقامتهم، مهما اختلف مرجعياتهم على منصة واحدة، وتقديم محتوى صوتي يستطيع الناس منه الوصول إلى المعلومات أو تقديم محتوى جيد يسهم في رفع مستوى حالة الحريات، وأن يكون الفضاء الإلكتروني أو المحتوى الإلكتروني اللي يبثه الناشطون أو المؤسسات الإعلامية محتوى قيم. وأعتقد البودكاست يذهب بهذا الاتجاه. كل التجارب التي بثت من الأردن أو حتى من الدول العربية، وإحنا بالأردن شوي لما زلنا في بداياتنا بهذه القضية، لكن مشهود للمحتوى اللي يبث على منصات البودكاست أنه محتوى هادف، محتوى قيم، محتوى يقدم معلومات، محتوى يستضيف ناس أصحاب خبرة عالية، محتوى يقدم حلول ويذهب باتجاه أصحاب الحلول أو معالجة القضايا أو كشف الأسباب التي أدت إلى وجود بعض المعيقات في المجتمع. نحكي عن قضايا المرأة، نحكي عن قضايا التعليم، نحكي عن قضايا الصحة، نحكي عن قضايا حرية التعبير، نحكي عن قضايا التعذيب والمعتقلات، وحتى قضايا المتصل بحرية التعبير. أعتقد البودكاست سيكون له دور فعال ومهم.